وشيء اخر المؤسف هو ان انفتاح اسرائيل على الاردن اوجب انفتاحها على سائر الدول، لا اقل من الناحية الاقتصادية، لانه تجلب البضاعة الى الاردن ثم توزع من الاردن الى اي مكان اخر. سبحان الله، والاردن لم يعلن احد مقاطعته، انما اعلن مقاطعة اسرائيل. انت لا تروح لاسرائيل، ما لازم تشتري من الاردن وما لازم، فتوزع بضاعة اسرائيل من داخل الاردن، وهذا امر ممكن الان، لا زال اصبح ولا زال ممكنا. فمن هذه الناحية كان المطلب عسيرا جدا، حتى اننا نرى البضاعة الاسرائيلية من جزائر وغير جزائر وغيرهم، وربما كثير امور يعني لم يكتب عليها اسرائيل، ومع ذلك هي بضاعة اسرائيلية، او اننا نقول ان اسرائيل اشترتها وباعتها لاجل التجارة وربحت بها، ونحن نمشي بهذا الطريق، نشتري ونحن لا نعلم احتياجي، ولعلنا لا معذورين امام الله اذا كانوا جاهلين حقيقة، انما الذنب ذنب من تحت الحقيقة، وذنب التجار الذين يعلمون ان هذه شنو بضاعة اسرائيلية ويأخذوها. إذ لو تكاتب التجار على مقاطعة امثال هذه التجارات، يعني ينسد الباب امامهم اتياتي، ولكن اين الاتفاق واين الورع؟ كيف الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان الجانب الرئيسي هو الجانب الاقتصادي، ولكنه ليس كذلك، بل الجانب الفكري ايضا والاخلاقي ايضا موجود في طبيعة الحال، وذلك لان اسرائيل تستطيع ان توزع عن طريق الاردن نفسه امور كثيره، افلام خليعه وكتب ضلال وامور كثيره على اطار، تستطيع ان تسيطر بها على كثير من الجهال، وهم طبقه ملايين من المسلمين سواء كان شيعه او ليسوا بشيعه، في مصر وفي العراق وفي الاردن نفسه وفي الخليج وفي اي مكان من البلاد الاسلاميه العربيه وغير العربيه، بالامكان انه شنو تؤثر عليهم، حتى لو كانوا قد اعلنوا، قد يكون اعلنوا رسميا مقاطعه اسرائيل، لانه انت ما تروح لاسرائيل، تروح للاردن تاخذ هذا الشاي وتطلع، وهم انت نموذج وليس تقدر تشتري ما تشتري، ولكنه سبحان الله فيه مراغبات طبعا، والنفس الاماره بسوء ترغب الى الباطل، تشتري اثيابي وهو ينتج ثماره تلقائيا واوتوماتيكيا كما تريد اسرائيل، وهو قاعد في منزله، وهذا يحدث طبعا، لانه طبعا الشيطان يجري في كل انسان نجرة دم الا من عصم الله، وهذا وارد ونحن نعرفه محل الشاهد. فاذا يعني اصبع اسرائيل دخلت اليه، ومن الذي ادخلها؟ انما النظام الاردني، هذا الذي يسميه بالهاشميه هذا الرجل القوي. ففي الحقيقه الهاشميه ان قصد بها الانتساب الى رسول الله صلى الله عليه واله على العلي والراس، بني هاشم هم خير العرب، والعلويين هم خير بني هاشم على العين والراس، مثل انه في الحقيقه الهاشمي والنظام لا يمكن الشهاده بصحته، لا النظام الذي كان في العراق ولا النظام الذي في الاردن ولا الذي كان في الحجاز سابقا ولا اي شيء، وانما هو يعني في الحقيقه انظمه غربيه تبع بريطانيا وامريكا، ليس اكثر من ذلك، ومفروضة على الشعوب المظلومة والمستضعفة، ليس اكثر من ذلك، وانما خوف، انما ممكن ان يجاملها لاجل حفظ المصلحة العامة الى حد ما، لكن هل يجاملها حتى بعد ان كثرت هذه الطلقة وتصالحت مع اسرائيل؟ مسألة تكون صعبة، وان كان هي ملطفة، كانوا يقولون عن من حسين انه سليل الخيانة، هذا باب جواب، لكن انا قلت باننا سوف نحاول الان ان ننسى الماضي، علينا فقط في الحاضر، الحاضر ماذا اوجب؟ هو الانفتاح على اسرائيل، ربما ان الماضي نفسيا اثر عليه، بحيث على انه بما انه ان اباؤه يعلم انهم في هذا الاتجاه سائرين وبالاتجاه الغربي راضين وبالحضارة الغربية معجبين، اذا فالممثل الرئيسي للحضارة الغربية انما هو منه اسرائيل بطبيعة الحال، والمدير الرئيسي للحضارة الغربية من انما هي اسرائيل، فاحسن عبودية للغرب واحسن ولاء للغرب هو الرضا باسرائيل والحب لاسرائيل والموافقة لاسرائيل والجامل لاسرائيل، ما شديد ترى على اي حال، هذا الذي استطيع ان اقوله هو